مدينة تصافح الضباب، تقع جنوب غربي الجزيرة العربية، تتبع منطقة عسير إدارية، ترتفع 2500 متر عن سطح البحر على سلسلة جبال السروات. تتميز بطبيعتها الخلابة وبكثافة الغطاء النباتي فيها، تقع على الخط الإقليمي الطائف أبها، تبعد عن مدينة الطائف 450 كيلو مترا جنوبا، وعن مدينة أبها 150 كيلو مترا شمالا. جميلة الجميلات، الشامخة مثل جبالها، النقية مثل سحابها. هي من أجمل وأرق مصائف المملكة العربية السعودية، يغطيها الضباب معظم أيام السنة، ويمكن ملامسته من قممها الشامخة، يعتدل مناخها في الصيف ولا تتجاوز درجة الحرارة فيها 26 درجة مئوية، أما في الشتاء فتتدنى درجة الحرارة وتصل أحيانا إلى الصفر المئوي. اسمها كان في الأصل القرية، ثم غلب عليها اسم النماص الذي يعني أشجار النمص أو الحلفاء، حيث يقع إلى الشرق منها واد مملوء بهذه الأشجار. النماص قديمة قدم التاريخ، سكنتها قبائل عربية عريقة نشأت على أنقاض مدينة الجهوة التي ذكرت في الكثير من المصادر القديمة. ساعدها موقعها على طريق الحج القديم أن تزدهر وتنمو في حقب تاريخية مختلفة. في النماص ستلتقي بمفردات التاريخ الشخصة كالقرى الأثرية، ومن أشهرها الجهوة والظهارة والميفة والصدريد، بالإضافة إلى جبل الظهور إلى جانب المقابر القديمة كمقابر وادي ترج. وتمتلئ جنباتها بالكتابات والنقوش القديمة المتناثرة في كل مكان، وأكثر ما يظهر ذلك
قرية الصدريد، فهي من أقدم القرى في جنوب المملكة. يوجد بها أقدم ثالث مسجد في جنوب الجزيرة العربية، والذي تم إنشاؤه في صدر الإسلام. لا زال الأثار في محافظة النماص وفي بعض القرى في النماص باللغة الثمودية أو بالخط الجنوبي، والذي يعتبر قبل اللغة العربية، وهذا دليل على قدم محافظة النماص وقراها التراثية. حب الله النماص بظواهر طبيعية متنوعة تزيد جمالها جمالا، ومن أهمها الأودية والسدود المتناثرة في أرجائها. يتم إنشاء السدود لحفظ مياه الأمطار، ولكنها تصبح لاحقا من أجمل أماكن النزهة. وتشتهر النماص بالعديد من هذه السدود، ومن أشهرها سد بني عمرو. يقع السد في وادي عياش، أحد أشهر أودية بني عمرو، ويوفر السد لزائره منظرا خلابا، سواء من المنظور القريب أو من الأماكن العالية المطلة عليه. كما تحف به غابة رائعة من الأشجار، ومن سدود النماص الشهيرة سد وادي ترج الذي يقع شرق محافظة النماص، ويحتضن مياه أحد أكبر الأودية الجارية من الصورة باتجاه محافظة بيشة. ومن أودية النمص المعروفة وادي بدوى وغيرها الكثير من الأودية ذات المناظر الخلابة. الطبيعة الخلابة والمناخ المناسب جعل من النماص أرضا زراعية من خلال استخدام المدرجات التي تشتهر بها المنطقة الجنوبية الجبلية في المملكة. وقد بدأت الزراعة في النماص بزراعة الحبوب، ثم تشعبت بعد ذلك لتشمل الخضروات والفواكه والكثير من المحاصيل الزراعية.
الزراعية التي أصبحت تصدر إلى مختلف مناطق المملكة. يمتاز الغطاء النباتي في النماص بالثراء ووجود الكثير من الغابات المفتوحة، تنمو وتزدهر بها النباتات الفريدة مثل أشجار العرعر والزيتون البري، وتنتشر أشجار العرعر على السفوح الغربية وهي أشجار معمرة أغصانها متشابكة، وتزدهر في ظلها مجاميع نباتية في غاية الروعة والجمال، وهي تسهم في حماية التربة بالإضافة إلى رائحتها المنعشة لما تحتويه من كميات كبيرة من الزيوت الطيارة. وتعد هذه الغابات من أهم عناصر الجذب السياحي في المنطقة الجنوبية بأسرها. وجود الغابات في النماص جعل من السهل تهيئة العديد من المتنزهات الطبيعية مثل غابات العقيقة المطلة على تهامة وغابات مطل آل حسيكة والعشرات من الغابات والمطلات الأخرى، وتحظى النماص بشريط سياحي بطول 35 كيلومترا. وتحتوي على بعض أجمل المتنزهات في المملكة مثل متنزه آل وليد وجبل ناصر ومتنزه شحر ومتنزه شعب العين ومتنزه سنان وبدع، وهي مجهزة بالخدمات الأساسية التي يحتاجها المرتادون إضافة إلى الخدمات الترفيهية مثل ملاعب الأطفال والمعدات الخاصة بممارسة الرياضة، وبها العديد من الجلسات العائلية ذات الخصوصية كما هو متوفر في غابات ومتنزهات الغمة وجبل العرفج ومتنزه العقيق. قلت ما منك ما لا
دائما لمفاجأة زائريها بكل ما هو غير متوقع، مثل النمر العربي الذي يعيش هنا. يستوطن النمر العربي الجبال الشاهقة عكس ما هو الشائع، وهو يمتاز بجماله وضآلة ودقة جسمه بالنسبة إلى النمور الآسيوية والإفريقية. وقد تعرض النمر العربي في فترات ماضية إلى عمليات الصيد الجائر، مما جعله مهددا بالانقراض. فالنمر العربي كائن حي يعتبر رمز، وانا اعتقد ان النماص تتميز به بشكل قوي جدا، ويمكن ان يكون هو رمز الجذب السياحي لمحافظة النماص. كما هو معلوم ان وجود النمر العربي مرتبط بوجود الفرائس وتنوع الفرائس ووفرة هذه الفرائس، وكل هذا التنوع مرتبط ايضا بوفرة الغطاء النباتي في محافظة النماص الذي تتميز به حقيقة عن بقية المحافظات في منطقة السير. وللجبال في النماص حكايات مع الجمال والدهشة، وخير مثال عليها هو جبل حرفة. يثير الجبل بشكله المخروطي الفضول من أول نظرة، ويطلقون عليه جبل الأساطير. يقع الجبل في الطريق المؤدي إلى الطائف، يرتفع عن مستوى سطح البحر 2600 متر، يظهر وكأنه جبل بركاني صار قديما ثم خمد فتهدمت فوهته. وقد نمت غابات كثيفة على جنباته، خاصة من أشجار الطلح والعرعر. عشنا في حفظ هذا الجبل منذ الولادة إلى أن بلغنا 77 سنة من العمر، يا ربي لك الحمد. تسكنها أولا كثير من الأسود والنمارة والضبع، وكنا نراغنا فيه وحنا صغار، تمتعنا به وفيه موية وفيها أنهار. ومفضل ربي سبحانه هذا بالنسبة لجبل الحرفة اللي انتم تشوفونه وتشاهدونه. يزورونه المصافين كل سنة وكل مصاف، وهذا جبل شاهد من فوق الجبال في جبال
السروات. تعرف النماص بطرقها الوعرة وعقباتها التي يصعب على غير المتمرس اجتيازها، وهذه هي عقبة السنان، إحدى أصعب العقبات صعودا وهبوطا. يقولون هنا عقبة السنان لا مثيل لها في صعوباتها، في بعض المناطق تكون العقبة ضيقة جدا بالكاد تتسع لسيارة واحدة، طول العقبة حوالي 12 كيلومترا. وهناك في أعلى العقبة ينتظرك منظر هو أقرب إلى الخيال بجماله وروعته والدهشة التي يبثها في عقلك حين تلاقي السحاب ثم تتجاوزه. فسبحان من وهب هذا الجمال. ساهم الطريق الرئيسي الطائف أبها في التنمية السياحية في النماص، حيث أصبح الوصول إلى النماص سهلا ميسورا، خاصة عبر هذا الطريق الشهير حيث ينتقل السياح عبره من مختلف المناطق إلى النماص ليتنعموا بهذا الجمال الطبيعي الخلاب. ولا بد لعاشق التاريخ والعراق أن يزور هذا المكان، متحف النماص أو قصر النماص للتراث. افتتح هذا القصر عام 1420 للهجرة، هو أحد أكثر المتاحف حيوية في المنطقة الجنوبية من المملكة. يحتوي على تحف أثرية ونقوش ووثائق تاريخية مهمة. هذه التحفة المعمارية هي متحف المقر الذي يشع بالروعة والجمال، والمتحف هو نتيجة جهد شخصي من صاحبه الذي أطلق على القرية اسم قصر الحضارات. استغرق بناء القصر 8 سنوات، ولكن تجميع مقتنياته من كل دول العالم استغرق 10 سنوات الأخرى لتتمثل فيه
مراحل الحضارة الإسلامية والإنسانية. يجمع المبنى حضارات العالم تحت سقف واحد، والقصر بحد ذاته شاهد تاريخي وعمل فني بزخارفه الإسلامية. من الصناعات القديمة التي لا زالت بقاياها قائمة حتى اليوم في النماص صناعة الأواني الخشبية وصناعة البنادق كالمقمع والفتيل. وقد برع أهالي في هذه الصناعات وأتقنوها حتى أصبحت قطعا فنية مدهشة يقتنيها السياح للزينة. الصفري من الفنون الجميلة التي تتناغم مع طبيعة الأرض في النماص، وهي عبارة عن غناء الرعاة باستخدام آلة النمل التي تضفي على المكان مزيدا من الجمال، إلى جانب أصوات الطيور والعصافير التي تطرب الآذان وترق لها النفوس. ومن الواضح أن كلمة الصفريج مأخوذة من كلمة الصافرة ويعنون بذلك الصوت الشجي الذي يطلقه الناي. وجود هذا الكم من الأشجار يتبعه بالضرورة وجود أنواع مختلفة من أجود أنواع العسل الذي تشتهر به النماص. تجدون العديد من المناحل والكثيرين من المهتمين بتربية النحل واستخلاص العسل. تشتهر المنطقة الجنوبية من المملكة بصفة عامة بوجود أسواق تحمل أسماء الأيام، ومن هذه الأسواق الأكثر شهرة سوق الثلاثاء في النماص، والذي يشتهر ببيع العسل والتمر إضافة إلى المنتجات الأخرى. ويتم الإعداد حاليا لافتتاح سوق الثلاثاء الجديد، والذي سوف يحافظ على القيمة التراثية للسوق القديم ويضيف إليها الكثير من مفردات العصر.
سائر النماص خاصة في موسم الصيف بالكثير من المهرجانات الحديثة التي يتم الإعداد لها على مدار العام لاستقبال الزوار من السياح وأهالي المنطقة. ومن أهم هذه المهرجانات مهرجان التسوق السنوي الذي يضم عشرات المحال التجارية لمختلف المنتوجات التي تهم الأسرة وتركز على الطفل والمرأة، ويهتم كذلك بالأسر المنتجة التي تجد في المهرجان فرصة لتقديم منتوجاتها المصنوعة يدويا، وتعتبر من أجود المنتوجات التي يحرص الزائرون على اقتنائها. الطعام السائد في النماص هو الأرز المطبوخ باللحم كما هو في مختلف مناطق المملكة حاليا، ولكن هناك أطعمة لها خصوصيتها مثل العريكة والعصيدة والمعصوبة والمرقوق والخبز البلدي وكذلك المرق. ومن آداب الطعام عند أهل المنطقة خاصة في المناسبات أو الولائم أن يقدم الطعام للضيوف والمدعوين أولا دون أن يشاركهم المضيف. العرض الجنوبي فن حركي شهير وجميل جدا، ولدى رجال الحجر فن آخر لا يقل روعة عن العرض يسمونه فن المتقال. هذه الكلمة تعني القدوم، وهذا الفن عادة ما يسبق العرض. وغالبا ترى المتقال في حفلات الزواج والأعياد والسماوة. يعشق الأهالي لعبة كرة القدم ويمارسون مختلف أنواع الرياضات في الكثير من الملاعب المتناثرة في أرجاء المدينة خاصة في المركز الرياضي الواقع شمال النماص، ويحتوي على ملاعب لكرة القدم
القدم والسلة والطائرة إضافة إلى الرياضات الأخرى. وهي النماص اليوم مدينة حديثة تقارع مثيلاتها بجمالها وسحرها. تتوفر بها الخدمات الرئيسية وترحب بسياحها وزائريها في عشرات الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم السياحية والحدائق والمنتزهات، ومنها حديقة الملك عبد الله. هنا على قمة السروات ترفع الجبال قامتها إلى علو شاهق، وتهبط الأودية إلى أعماق سحيقة. وبين روعات في القمة ودهشة في السفح يعانق الماضي العريق الحاضر الجميل. هنا في النماص يصفح الضباب يد الإنسان.